منشور 1964 للوزير العام ذاك السيد عالمي مشيشي توضح الشروط مسطرة، هناك مسطرة تتم يعني برئاسة النيابة العامة وبأعضاء اللجنة المحلية المكونة من 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 النيابة العامة تحت إشراف النيابة العامة، الوقاية، الأمن، الدراك، السفن الداخلية، السلطة المحلية، الصحة. إذا فهذه أعضاء اللي كتشرف على هذه العملية، وبالطبع هذا كيدخل في إطار الجهود يعني المبذولة من طرف جميع أعضاء اللجنة. وكذلك نعلم بأن هذا يميز أغلبيتها كانت في فترة الحجر الصحي، أكثر من 10 طن في فترة الحجر الصحي، وهذا كيبين المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية التي تدخل في إطار التضافر والمجهودات. مثلا شهر 5 وشهر 6 أكثر من 10 طن اللي هي تم حجزها، 3 طن، 2 طن، 3 طن، 4 طن ديال المعسل. وهذا يبين بأن جميع الإدارات يعني تقوم بمجهود بتكثيف وتنسيق وتعاون مشترك من أجل الحد من هذه الآفة التي تمس الاقتصاد الوطني.